نظام لسه عم بيحاول على دور بداية البعث، فكان دائما لما يختاروا أعضاء مجلس الشعب مش بالانتخاب يكونوا معينينهم سلف، بس يعملوا انتخابات شكلية أمام العالم بس لأنه يقولوا إنه في عنا انتخابات. معروف إنه دائما إنه اللي بمجلس الشعب نسبة كبيرة منهم من العصابات من الحرمية معروفين يعني، فشي طبيعي إنه يكونوا هذول صوت له للنظام وإيده اللي بتضرب فيها. ولا مرة مجلس الشعب ساعد الناس، حتى لما كانوا يعملوا تصويت كان كثير في ناس ما تروح تصوت تطلع إنه والله هي مصوتة. هاي شي طبيعي إجبار الموظفين على التصويت لأنه بيمسكوهم من الإيد اللي بتجعن من الراتب اللي هو بالأساس ما بيغطي له قوت الشهر، فشي طبيعي إنه الناس بدها ترضى مشان على الأقل مشان أولادها تحسب حساب أولادها، وإن شاء الله بلكي رح تنتصر ثورتنا إن شاء الله ونتحرر ويصير في عنا انتخابات حرة ونزيهة ويختار الشعب الممثلين إله بحقه حقيقة مش بالتزوير.